بدأت المطاعم في اليونان إضراباً لمدة 24 ساعة احتجاجاً على غرامات كوفيد-19 التي فرضتها الحكومة في حال عدم الالتزام بالتدابير الصحية. السلطات الحكومية فرضت على غير الملقحين إبراز نتيجة سلبية لفحص كورونا لكي يسمح لهم بدخول الإدارات العامة والمتاجر والمطاعم. Που δεν βγαίνουν έξω, δεν μπορούν να κάτσουν πουθενά. Αναγκαζόμαστε να τσεκάρουμε όλο τον κόσμο αν έχουν κάνει εμβόλιο ή rapid test, το οποίο αυτό φέρνει και επιπτώσεις σε εμάς. Χαμηλότερο εισόδημα, λιγότερα μεροκάματα. وحددت السلطات غرامة قد تصل إلى 5000 يورو في حال عدم احترام الإجراءات الجديدة لوقف انتشار الوباء.